السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية بشأن الحرب على غزة، ونناقش فيها تطورات المعارك في اليوم 91 من العدوان والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في وقت تؤكد فيه المقاومة الفلسطينية أنها تكبد الاحتلال خسائر فادحة. وينضم إلينا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول الباحث والخبير والعسكري العقيد أحمد حمادة. حياكم الله عقيد أحمد. حياكم الله، أسعد الله مساك. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر خدمة زوم من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية دكتور وليد الأيوبي، وعبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد الأخرس. أهلا بكم ضيوفنا جميعا، ونخرج إلى فاصل مشاهدينا ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية لآخر الأحداث التي تجري في غزة وهذا العدوان الصهيوني في يومه 91. بداية أبتدأ معك عقيد أحمد، يعني إلى ماذا تشير حدة هذه الاشتباكات والمعارك في خان يونس جنوب قطاع غزة، وما الذي يحاول الاحتلال الصهيوني إثباته؟ تحياتي لكم ولضيوفك الكرام. يعني هناك ثلاث محاور رئيسية للقتال اليوم في الشمال. حتى الآن الجيش الإسرائيلي يدفع بقوات إضافية من أجل السيطرة على بعض المناطق في شمال غزة، في الدرج، في التفاح، في جبل الريس، في الزيتون. حتى الآن هناك معارك، وتعتبر هذه المعارك هي خلف خطوط العدو، لأن الجيش الإسرائيلي توغل في هذه المنطقة وأعلن بأنه سيطر على هذه المنطقة، ولكن حتى الآن يتكبد خسائر فادحة. أما في المحور الذي افتتح من قبل العدو الإسرائيلي هو الجديد في منطقة الوسط، في المغازي، في النصيرات، في البريد، ولكن اكتفى الجيش الإسرائيلي بالتركيز على مخيم البريج، ولكن حتى الآن لم يستطع أن يسيطر على هذه المنطقة، بل تعثر بشكل كبير ودفع بقوات إضافية، الفرقة 162 والوية من المظليين وكتائب من الهندسة، ولكن وقع الجيش الإسرائيلي في كمائن عديدة، في حقول ألغام، في استهدافات عديدة، ويعني الفيديوهات التي خرجت عن القسام وعن السرايا يعني تثبت بأن هذا الجيش يتكبد خسائر فادحة، وما أعلنه الجيش الإسرائيلي. واليوم هناك إعلانات عن أن 12500 جندي تم إصابتهم في هذه الحرب. أما الجبهة جبهة خان يونس فهو يركز عليها تركيزا كبيرا، دفع بسبعة ألوية وكذلك تبعهم بكتائب من الهندسة، أراد الوصول عن طريق القرارة، عن طريق المطاحن، عن طريق مدينة حمد المواصي ليلتف على خان يونس من الجهة الغربية، ذلك من كان كبرى عبس خزاعة الفخاري. ولكن حتى الآن رغم أن الجيش الإسرائيلي توغل في بعض الأحياء إلا أنه يتكبد خسائر فادحة، وهذا لا يعني بأنه استطاع السيطرة على مدينة خان يونس، ولكن ما يريده الجيش الإسرائيلي هو يبحث عن نصر يقدمه للحاضنة الشعبية من الشعب الإسرائيلي، من الجيش الذي يعول كثيرا على أنه يحقق بعض النصر بعد 91 يوم من الإخفاقات. رئيس الأركان الإسرائيلي يعني شكل لجنة برئاسة شاول موفاز من أجل التحقيق في الإخفاقات العديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وهناك انقسامات عديدة في صفوف الكابينيت والسياسيين والعسكريين حول هذا الشيء. ولكن
بالنسبة لما يريده الجيش الإسرائيلي هو السيطرة على مدينة خان يونس، وكذلك مفاوضة مصر على محور فيلاديفيا، ويريد حصار قطاع غزة والانتهاء من المعارك الكبرى لينتقل كما تم التوصية له من قبل الولايات المتحدة إلى المعارك النوعية، وهو المرحلة الانتقال إلى المرحلة الثالثة. إذا أردنا الانتقال هنا للأستاذ محمد الأخرس المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني عبر الهاتف ينضم إلينا، أهلا بك أستاذ محمد. يعني وزير التراث الصهيوني قال إن على إسرائيل أن تجد طرقا مؤلمة أكثر من الموت بالنسبة للفلسطينيين، ما الذي يعنيه بهذا التصريح برأيك، وما هو موقف واشنطن أساسا من مثل هذه التصريحات؟ بداية، التصريح الذي تحدث به وزير التراث الإسرائيلي هو استكمال واستئناف لجملة التصريحات والتهديدات التي صدرت عن هذا الشخص وآخرين. يعني هذا الوزير قبل أسابيع في بداية الحرب تحدث أنه ينبغي التفكير باستعمال القنبلة النووية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. مثل هذه التصريحات هي تدل في حقيقتها على مستوى العجز الذي وصلت له المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومن خلفها المستوى السياسي لدى العدو. بعد نحو 3 أشهر من هذه الحرب واستعمال القدرة النارية الهائلة بحدها الأقصى بالنسبة لدولة الاحتلال، الحديث هنا عن أكثر 120 ألف قذيفة مدفعية وجهت إلى قرى ومدن قطاع غزة، الحديث عن أكثر من 39 قنبلة ألقيت من الطائرات الحربية الإسرائيلية، نتحدث عن حجم هائل جدا من النيران، حتى أن الصحف الغربية تحدثت أن حجم الدمار الذي تعرضت له قطاع غزة قد يفوق المدن ما تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية طيلة 7 سنوات. الدمار الذي لاحق قطاع غزة في أسبوعين أو في عدة 4 أسابيع هو تجاوز الدمار الذي لاحق بمدن ألمانية طيلة 7 سنوات أو أكثر. فلذلك العدو الإسرائيلي استعمل كل ما لديه من ذخائر حربية ومن عمليات إبادة جماعية وتدمير للمربعات السكنية. كل هذا الأمر لم يفضي إلى نتيجة أو إلى تحقيق الأهداف السياسية التي أعلن عنها العدو. فمن الطبيعي أن نجد هذه التصريحات التي تعبر عن حالة العجز بالنسبة للاحتلال، وتعبر في نفس الوقت عن مستوى الإجرام الذي يعشعش في عقول ووعي هذه النخبة الحاكمة اليمينية المتطرفة. أما بالنسبة لموقف الولايات المتحدة وكيف تنظر إلى هذه التصريحات، حقيقة الولايات المتحدة منذ بداية الحرب وفرت الغطاء الإقليمي والدولي لهذه النخبة المجرمة أو النخبة الحاكمة الإسرائيلية، أدانت هذه التصريحات أو بعض هذه التصريحات إدانة لفظية دون أن تنعكس هذه الإدانة اللفظية إلى إجراءات عملية أو عقوبات أو تقييد لوصول الأسلحة. لذلك الإدارة الأمريكية لا تزال تعول على استراتيجيتها التي أعلنت عنها منذ اليوم الأول في التعاون مع هذه الحرب، هو منح المساحة الزمنية التي يريدها الجيش ليحقق أهداف التي يطالب بها المستوى السياسي، وفي نفس الوقت منع ذهاب المنطقة نحو حرب إقليمية تؤدي إلى تغيير أولويات الأمن القومي لدى الإدارة الأمريكية أو تؤدي إلى الإضرار بشكل كبير بدولة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. دكتور وليد حياكم الله، أستاذ العلوم السياسية تنضم إلينا عبر خدمة زوم من بيروت، أهلا بك. دكتور وليد، يعني مثل هذه التصريحات التي تحدثنا عنها، تصريحات وزير التراث الصهيوني بوجوب إيلام الفلسطينيين بشكل أكثر من الموت، يعني مثل هذه التصريحات إلى أي مدى تبدو الآن يعني مقبولة لدى الغرب وأمريكا؟ يعني أنا أعتقد بأن هذا الكلام يضعنا في دائرة الحقيقة من التحليل تتعلق بصراع الحضارات. يعني نحن تكلمنا طويلا عن صراع العربي الصهيوني وعن من ثم صراع الفلسطيني الإسرائيلي، اليوم هذا التصريح يضعنا ضمن هذه الدائرة،
والحقيقة يعني الموضوع هو الموضوع الحضاري وهذه التناقضات بين منظومة القيم الحقيقة التي يعني تتواجه على ساحة غزة وعلى الساحة الفلسطينية هي حقيقة واقعية الحقيقة، وهي ليست يعني أضغاث أحلام. طبعا هناك تناقضات حضارية بين الشعب الفلسطيني وبين هذه اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل. والمسألة لا تقتصر ليس فقط صراعا على الأرض، ولكن هو أيضا صراع على مستوى البنى الفوقية التي ينبغي أن تحكم هذه الأرض. يعني أنا أقصد بذلك بأن هذا التحليل أو هذا الموقف المتكرر، وليس هو بموقف يتيم، يعني عندما نرصد مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف عبر التاريخ، يعني تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، نرى بأن هناك يعني الحقيقة تراكم لهذا الموقف بلغ الذروة اليوم مع الدعوة إلى استعمال القنبلة النووية أو استعمال السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ليس بغريب على هذه الفئة الحاكمة في فلسطين المحتلة، تشكل خطرا وجوديا على العالم بأسره، وينبغي على العالم بأسره أن يتحد من أجل تفكيك هذا النظام العنصري، هذا النظام الطائفي، هذا النظام الاستغلالي الحاكم في فلسطين المحتلة. نعم دكتور وليد، يعني هل المشكلة بالفعل هي فقط بالنظام الصهيوني وعنصريته، أم أن هذا النظام بالنهاية هو نتاج هؤلاء المستوطنين وهذا الفكر الصهيوني المتجذر بفكرة الصهيونية بحد ذاتها؟ طبعا هنا تضعني سيدي من خلال هذا السؤال في دائرة أخرى من التحليل. يعني نحن نعاني من أزمة أنظومية، يعني systemic crisis نحن نعانيها في ظل هذا الصراع. وهذه الأزمة الأنظومية تقع على مستويات الحقيقة ثلاث. المستوى الأول هو مستوى الدولة الوطنية أو الدولة القطرية في العالم العربي، والمستوى الثاني هو مستوى النظام العربي، والمستوى الثالث هو مستوى النظام الدولي. وهذه الأزمة الأنظومية هي أزمة إذن متعددة الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، متداخلة. ونحن ما نشهده ونشهد عليه في فلسطين المحتلة اليوم هو نتيجة هذا الإخفاق الأنظومي، إخفاق فياسكو، إخفاق أنظومي للدولة القطرية وللنظام السياسي العربي وللنظام الدولي الذي يحكم ويتحكم بمصير شعوب العالم بأسره. يعني هنا ينبغي أن يكون التحليل، ولا ينبغي الحقيقة أن نغرق وأن نستغرق في التفاصيل التي يعني لا تغني ولا تثمر. إذن هذا الصراع الكبير متعدد الأبعاد يعني يتطلب مواجهة متعددة الأبعاد، مواجهة ثلاثية الأبعاد. ونحن بدأنا يعني نشهد إرهاصات جدية لمواجهة حقيقية ربما تكون برعمية، ولكن قادرة على أن تصنع الفرق في النظام الدولي. أنا أقصد هذه المواجهة التي تقع بين شعوب العالم وحكوماتها، بين شعوب الغرب وسياساته الصلفة المضطهدة وشعوبه، وعلى مستوى أيضا كل شعوب العالم والحكومات التي تكتفي بالصمت استراتيجي، وبينما تغرق غزة في دمائها ويموت آلاف من الشعب الفلسطيني ضحية هذه المنظومة الدولية الظالمة. نعم، إذن اسمحوا لي ضيوفنا الأكارم ومشاهدينا أن نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لآخر الأحداث في غزة وهذا العدوان الصهيوني عليها. إذن بالعودة للعقيد أحمد حمادة، يعني عقيد أحمد، يديعوت أحرنوت أكدت أن الصورة قاتمة جدا في قطاع غزة، ويعني كما ذكرت قبل قليل هناك حديث عن أن أكثر من 12,500 جندي
صهيوني سيصنفون في العام الجاري كمعاقين. بالطرف المقابل المتحدث باسم الجيش الصهيوني يعني لربما يحاول طمأنة الداخل الصهيوني. هنا السؤال إلى يعني إلى متى سوف يبقى أو سوف تبقى هذه المكابرة الصهيونية وعدم الاعتراف بالهزيمة التي لربما باتت معاليمها واضحة الآن؟ يعني الجيش الإسرائيلي الذي اعتاد على الانتصارات للأسف الشديد اليوم يحاول إخفاء ما وصل إليه في هذه المعركة، حتى هذه المعركة الغير متكافئة ما بين جيش مدجج بالأسلحة وجيش كلاسيكي يمتلك من أفضل أدوات القتال والصراع مع مجموعات تستخدم حرب العصابات ولديها بعض الأسلحة القديمة حتى يعني والمصنعة محليا، استطاع هذه مواجهة الجيش الإسرائيلي الدفاع باستماته منقطعة النظير معتمدة على العقيدة القتالية والعقيدة التي يؤمن بها هؤلاء الشبان، استطاعوا أن يؤثروا بشكل كبير على سمعة الجيش الإسرائيلي الذي كان لا يقهر فقد قهر، لقد انكسرت هذه المقولة، مقولة الجيش الإسرائيلي الأول في المنطقة الذي لا يقهر، هذا الجرح الكبير الذي تاب الجيش الإسرائيلي يحاولون ترميمه ما أمكن بقتل المدنيين بالاستهدافات العديدة بضرب مثلا العاروري واستهدافات خارج قطاع غزة باستخدام بعض المجموعات للموساد كما حصل في تركيا، يعني بجعل هناك بعض الشبكات شبكات للموساد من أجل استهداف الناشطين أو المعارضين فلسطينيين أو عرب وغير ذلك. إذن الجيش الإسرائيلي يحاول لملمة جراحه وتصوير نفسه بأنه لا يزال قوة عظمى، وهذا هذه الصورة التي تحطمت يريد أن يصدر للحاضنة الشعبية لجيشه الذي المنهار، الذي رأينا بعض الفيديوهات لأن هذا الجيش هناك من يبكي، هناك من يحتفل بخروجه من المعركة، هناك خسائر كبيرة إذن في المواجهات. لذلك الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسمه يحاول إخفاء الحقيقة بشكل كامل، وخاصة عدد القتلى، عدد الجرحى، عدد الآليات أنواعها. لذلك تم تشكيل لجنة من شاول مفاز غيره من أجل التحقيق في سبب إخفاقات هذا الجيش. نعم، أنتقل بالسؤال هنا للأستاذ محمد الأخرس. أستاذ محمد، يعني بعد اغتيال الشيخ صالح العاروري في بيروت في الضاحية الجنوبية، كيف ترى الموقف السياسي لإيران تحديدا؟ فهي ملزمة بالرد بناء على يعني إطلاقها شعار وحدة الساحات، كيف ترى الموقف السياسي الذي تمر به إيران الآن؟ يعني هو اغتيال الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في لبنان هو بلا شك حدث لم يكن سهلا لطبيعة الاستهداف ولمكان الاستهداف. بلا شك أنه هذا الحدث يضع مسؤولية كبيرة على حزب الله بالدرجة الأساسية، على اعتبار أن عملية الاغتيال تمت في مربع أمني وباعتبارها خرقا لقواعد الاشتباك التي جرى تثبيتها على مدى سنوات طويلة. عملية الاغتيال اللي حدثت في لبنان هي تعد الأكثر صخبا في عمليات الاغتيال التي تعرضت لها، التي شهدتها الساحة اللبنانية. قد تكون هي عملية الاغتيال الأولى بهذا الحجم منذ اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله في عام 92. أيضا حتى أن العمليات الاغتيال الأخرى التي تعرض لها قيادات في حزب الله مثل المسؤول العسكري السابق عماد مغنية وآخرين لم تكن بهذا الشكل، كانت عمليات أمنية. فلذلك عملية الاغتيال هي تضع مسؤولية كبيرة، علما أن الرد يعني الرد على هذه الاغتيالات التي تحدثت عنها لم يأتي. نعم. بعد حيثية الاغتيال هذه المرة تختلف عن المرات السابقة.
يعني عملية الاغتيال التي تعرض لها عماد مغنية في دمشق هي كانت عملية أمنية استخبارية شاركت فيها الاستخبارات الأمريكية CIA والموساد، لكن وكانت هي لم تترك غصمات أو أدلة واضحة المعالم، لكن ما حدث في هذه المرة يعني يضع كل قواعد الاشتباك التي جرى ترسيخها طيلة السنوات الماضية في مهب الريح. لذلك حزب الله سيكون يعني التقديرات تشير إلى أن حزب الله سيرد هذه المرة لطبيعة الاستهداف ولانعكاساته على الأمن القومي للبنان. لا يمكن تمرير هذه، وأعتقد قبل قليل خطاب الأمين العام لحزب الله تحدث بشكل واضح أننا لن نستعمل جملة الرد في المكان والزمان المناسب، وهذا في إشارة حقيقية على أن المنطقة على صفيح ساخن. اليوم قبيل اغتيال الشيخ صالح العروري كانت التقييمات العسكرية الإسرائيلية تقول بأننا وصلنا إلى السقف الأعلى ما دون الحرب، أي أن أي حدث أو أي ردة فعل تخالف قواعد الاشتباك التي كانت التي هي موجودة حاليا هي تعني الخروج عن 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 قواعد اللعبة الحالية. فلذلك المنطقة الآن كلها تحبس الأنفاس. التحذيرات الصادرة عن الدول الغربية بالأمس، ألمانيا تحدثت بشكل واضح، الخارجية الألمانية، بأن التهديدات في لبنان هي حقيقية وغير مسبوقة. لذلك أظن أننا أقرب إلى الاشتباك منها إلى الهدوء خلال الأيام المقبلة، لنكون أكثر وضوحا. نعم. طيب دكتور وليد، يعني كيف يمكن برأيك، طبعا كيف يمكن للبنان أن يستثمر هذا العدوان الصهيوني سياسيا؟ وهل فعليا يقف يعني حزب الله، هل يقف حائلا بين لبنان وتحصيل حقوقه السياسية والقانونية وغيرها في المجتمع الدولي؟ يعني الكلام الحقيقة عن المجتمع الدولي وتحصيل الحقوق، يعني هذا من قبيل الخطاب السوريالي في ظل ما نشهده من انتهاكات وتجاوزات وجرائم بحق القانون الدولي نفسه قبل أن تكون هذه جرائم بحق الإنسانية وشعوب العالم المضطهدة. الحقيقة أنا أعتقد هلأ الصراع طبعا السائد اليوم يأخذ أبعاد عديدة. يعني هناك صراع عسكري على الحدود، هناك لعب على حافة الهاوية بغزة، هناك صراع عسكري مباشر على أعتاب البحر الأحمر، هناك مناوشات ومناورات، كلها هذه أشكال من أشكال الحقيقة المواجهة التي تحصل اليوم في المنطقة. أنا أعتقد أن سواء كان الموضوع يتعلق في البحر الأحمر أو على الحدود اللبنانية، هذا الصراع الذي يحصل في غزة وعلى أراضي فلسطين المحتلة هذا صراع جيوبوليتيكي مثل ما قلت أنظومي عالمي كبير جدا جدا، وهذا الحقيقة لا 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 يتطلب يعني مثل هذه المناورات، بل يتطلب تدخلا سياسيا عسكريا بكل الوسائل الممكنة إذا كنا نحن جادون بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. يعني اليوم عندما تكون الأساطيل الأمريكية والغربية تحمي إسرائيل ونحن نطالب الحوثي في اليمن وحزب الله في جنوب لبنان أن يدخل في هذه المواجهة لتحقيق توازنات معينة، هذا طلب سوريالي. أنا أطلب من إيران التي تحمل لواء فلسطين منذ فجر الثورة، أين أنت مما يحصل في فلسطين؟ أنا أطلب من هذه المنظومة الجيوبوليتيكية المتناقضة تدعي مع المنظومة الغربية، أنا أقصد الصين روسيا، كل هذه المنظومة، ما هو موقفك الحقيقي مما يجري؟ يعني هذا الصمت استراتيجي الحقيقة هذا الذي يهمني، وأنا لا أريد أن يعني أن
أن أستغرق في الكلام في تفاصيل حقيقة لا تغير نعم، في المعادلة يعني شيئا. هنا السؤال، إلى أي مدى تبدو إيران ملزمة بأمن لبنان وعدم دخوله بمثل هذه الصراعات، على الرغم من هذه يعني التحذيرات التي يطلقها بين الفينة والأخرى أمين عام ميليشيا حزب الله، بأن يعني التحذيرات التي يطلقها تجاه الكيان المحتل؟ يبدو بأن إيران لا تريد أن تنأى بنفسها. نحن في لبنان نتكلم عن النأي بالنفس، نحن نتكلم عن النأي بالنفس، وإيران أيضا تمارس النأي بالنفس عما يجري في فلسطين. هذا هو المشهد باختصار مفيد الحقيقة. ويعني أنا بكل تجرد زر الرماد في العيون، هذا لا يفيد في شيء. فإما أن نكون مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني وأن نمارس هذه السياسة ليس بالموقف الخطابي إنما بالموقف السياسي والمادي الحقيقي، وإما فلنكف عن رفع لواء فلسطين. و نعم طيب عقيد نعم، لأنه انقطع عندي الكهرباء، الوضع عندكم مقبول؟ عم تسمعوني؟ نعم نعم أسمعك، لازلت أسمعك، لكن سأنتقل بالسؤال هنا إلى العقيد أحمد. عقيد أحمد، يعني كما تحدثنا بالنسبة لاغتيال الشيخ صالح العروري في بيروت في معقل يعني هذا المربع الأمني لحزب الله ضحية الجنوبية، إلى أي مدى يبدو عسكريا طبعا نتحدث هنا، إلى أي مدى يبدو حزب الله أو ميليشيا حزب الله قادرة على تنفيذ هذا الرد الذي تحدث عنه زعيم الميليشيا بأنه قادم؟ للأسف الشديد يعني انتقال محور الممانعة، ما يسمونه محور الممانعة، من وحدة الساحات إلى الصبر الاستراتيجي، هذا ما يقول يعني مصطلحات يتم اللعب فيها فقط من أجل عدم جهد العدو الإسرائيلي أو الهروب من هذه المواجهة، كما علمنا نظام الأسد الرد في المكان زمان المناسبين، ولم يأتي هذا طيلة 40 إلى 50 عاما. فما تم في الضاحية الجنوبية، والمعتقد في الضاحية الجنوبية هي منطقة محصنة و يعني يسيطر عليها الأمن التابع لحزب الله، فكيف سيتم اختيار هذه الشقة السكنية التي يسكن فيها العروري ورفاقه من أجل الاجتماع بدون معرفة حزب الله؟ فمن أوصل هذه المعلومة للعدو الإسرائيلي حتى يحرك الطيران المسير أو الطيران العادي ويوجه الصواريخ هؤلاء؟ لا أتوقع بأن المسألة بحاجة إلى كثير من التفكير في هذه المسألة. هناك اختراق أمني على أحسن تقدير، لن أقول هناك تواطؤ، ولكن ربما يكون هناك تسريبات وصلت إلى العدو الإسرائيلي عن وجود هذه المجموعة الفلسطينية في هذا المكان حتى هناك. تم نعم عقيد أحمد، عفوا للمقاطعة، ولكن صحيفة التايمز البريطانية فعلا كشفت أن أعضاء بميليشيا حزب الله غادروا مكان اغتيال الرئيس، عفوا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل لحظات من تنفيذ الهجوم. ما الذي يعنيه ويؤكده لربما هذا؟ يعني يؤكده بأنهم يعلمون موعد الاستهداف وهم خرجوا من أجل النجاة والسلامة بعد أن أعطوا المعلومات أو وضعوا شرائح معينة من أجل ضرب هذا الهدف الثمين بالنسبة للجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي الذي تعثر في غزة بشكل كبير أراد أن يعني يصطاد هدفا ثمينا يقدمه للشعب الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية التي تتعثر بشكل كبير ما بين بن غفير وسميريتش وبين دان علوتس وقصدي جالانت وباقي الكابينيت وباقي أعضاء الحكومة المختلفين على العمل في غزة، منهم من يقول يجب طرد كل سكان غزة وتوسيعهم على الدول، هناك من يقول لا يجب أن نضربهم بقنبلة نووية، وإذا تمت هذه العملية من أجل يعني
وضع يعني الشعب الإسرائيلي بأن الجيش لا يزال قادر على تنفيذ مهمات صعبة، والجيش الإسرائيلي يعني استخدم هذه الأمور كثيرا، مقتل عدد من القيادات. ونذكر بيروت يعني دائما هي معشرشة فيها الاستخبارات الإسرائيلية، ويتم يعني استقطاب عدد كبير، حتى حزب الله يعني قد كشف عدد كبير من المتعاونين مع الجيش الإسرائيلي والمخابرات في الجنوب اللبناني. وتذكرنا حادثة مقتل العاروري ورفاقه بحادثة شارع فردان في 73 الذي قتل فيه كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار وغيره من قبل المخابرات الموساد الإسرائيلي. طيب أستاذ محمد الأخرس، يعني كما ذكرنا للعقيد أحمد، صحيفة التايمز البريطانية كشفت أن أعضاء بميليشيا حزب الله كانوا قد غادروا مكان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري قبل لحظات من تنفيذ الهجوم. ما الذي يعني تفهمه من خلال يعني هذه المعلومات؟ حقيقة أجد أنه من الجيد إشارة إلى أنه تقدير الموقف الاستراتيجي لدى حركة حماس وفق ما نفهم هو يقوم على بناء العلاقات المفيدة والعلاقات الحيوية مع الأطراف الجميعها في المنطقة العربية والإسلامية. وخلال السنوات الماضية وجدت الحركة نفسها في حاجة أكبر لتطوير هذه العلاقة مع سواء مع حزب الله أو مع إيران، على اعتبار أن العزلة التي تتعرض لها المقاومة الفلسطينية وتجريدها من أصدقائها وحلفائها هو يخدم بالدرجة الأولى المشروع الإسرائيلي لضرب الصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل الصراعات البينية. لذلك يعني صراحة لم أطلع على التقرير التايمز، وقد يكون هناك حاجة لقراءة التفاصيل والمعرفة، لكن مثل هذا الدور الذي تقوم فيه الصحافة الغربية إذا صح التقرير فهو يقوم على توسيع دائرة عدم الثقة بين حماس والمقاومة وبين المقاومة الفلسطينية وحزب الله والمقاومة الفلسطينية وحلفائها سواء في لبنان أو في خارج لبنان. لذلك هذه من الجيد أن ننظر إلى هذه التقارير بعين التمحيص والتدقيق، لأن الفترة الحالية هي فترة حساسة وخطيرة جدا، على اعتبار أن الواقع السياسي والميداني الذي يتشكل هو خاصة ما قبل طوفان الأقصى كان يسير لصالح الاحتلال، على اعتبار أن الاحتلال أراد أن يرسخ من وجوده وحضوره في كل أنحاء المنطقة عبر مشاريع التطبيع ومشاريع الاختراق ومشاريع التجديد. لذلك أظن أن حركة حماس حينما اختارت أن تدير علاقتها مع حزب الله ومع أطراف المحور هي لم تكن تقود يعني تنطلق في هذه العلاقة من انطباعات عاطفية أو تفاصيل مرتبطة بشيء هنا أو هناك، لا، هي علاقة قامت على إدراك استراتيجي لحاجة الحركة والمقاومة الفلسطينية لهذه العلاقة في ظل تجفيف مواردها المالية وخطوط الإمداد والإسناد التي تحتاجها، وفي ظل حالة التطبيع العارمة في المنطقة. لذلك أنا أجد أنه من الجيد أن نعيد النظر في هذا التقارير. وفي النهاية يعني الشيخ صالح العروري هو اغتيل في مكتب لحركة حماس، لم يقتل في شقة غير معروفة أو في موقع سري. يعني كان هناك تقدير سياسي لدى الحركة أو تقدير ما لم يأخذ بعين الاعتبار ممكن بعض التفاصيل، لكن المكان الذي تواجد فيه الشيخ صالح وإخوانه هو مكان في مكتب معروف لحركة حماس في الضاحية الجنوبية. نعم. طيب أنتقل بالسؤال هنا للدكتور وليد، لا أعلم إن كان الدكتور وليد متوفرا معنا عبر الهاتف. دكتور وليد تسمعني؟ طيب إذن الدكتور وليد يعني ريثما يجهز الاتصال معه. دكتور وليد تسمعني؟ طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى العقيد أحمد حمادة. عقيد أحمد، باعتقادك هل سيؤثر
اغتيال الشيخ صالح وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هل يؤثر على مجريات المعركة على أرض الواقع؟ يعني مجريات الأمر على أرض الواقع، كلا الطرفين يستخدم أعلى ما عنده من قدرات، فالمقاومة الفلسطينية سجت في أرض المعركة كل ما لديها، وحتى الآن تزج بأسلحة جديدة تستهدف الطيران إذا، ولكن هناك يعني ربما يعني تعتزم المقاومة على استخدام يعني كل شيء في أرض المعركة، ربما تتشدد في شروط من أجل وقف إطلاق النار أو من أجل تبادل الأسرى بعد هذه العملية، لأنها تدرك بأن المقاومة والقيادة الفلسطينية مستهدفة، يعني كانت من يقاتل في أرض المعركة أو من هو خارج أرض المعركة يعمل كسياسي هو مستهدف من قبل الجيش الإسرائيلي، لذلك حتى الآن المقاومة تدير هذه المعركة، تضرب القوى المؤثرة في داخل الكيان الصهيوني، اليوم هناك رشقات نارية لا تزال باتجاه عسقلان، باتجاه نير عام، باتجاه سيريوت، باتجاه مناطق أخرى في الغلاف عسقلان وبعض المناطق، إذن هي تقوم بما يعني يتوجب عليها في الدفاع وفي التأثير على الداخل الإسرائيلي. ربما يكون هناك استفهام لبعض المسؤولين الإسرائيليين العين بالعين يعني كذلك أو بالمثل لقاء هذا الأمر، ولكن حتى الآن هذا هو المتوفر، ولكن الرد الذي ينتظره كان الجميع من حزب الله الذي تم اغتيال العاروري ورفاقه في أرضه في منطقة من المفروض الحزب يكون قد أمن هذه الحماية بشكل جيد وأمن السرية على هذه الاجتماعات، ولكن حتى الآن لم نرى إلا من حزب الله ومن هذا المحور إلا الصبر الاستراتيجي مقابل الرد على العدو الإسرائيلي كما قيل، ولكن عندما كان يقاتل هذا الحزب والميليشيات الإيرانية كان في حلب في سير عمر مناطق أخرى في الزبداني كان صوته عاليا وكان يقصف، ولو كان هناك احتاج الأمر ألف لزج بألفين ولدخل هو رئيس الحزب في هذه المعركة. أما ما يخص العدو الإسرائيلي فإنه يمتاز بالهدوء والسكينة كما قلنا الصبر الاستراتيجي. طيب أستاذ وليد، يعني هذه الموجات من الغضب الشعبي في أوروبا وفي الغرب بشكل عام وفي أمريكا، هل يمكن التعويل عليها فعليا لتغيير هذا الدعم اللامتناهي لكيان الاحتلال؟ أنا أعتقد بأنه طبعا نحن نستطيع أن نعول. هلأ الصراع سوف يكون طويل الأمد، يعني هناك أهداف قريبة المدى ومتوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى، يعني تغيير الوعي هذا أمر يتطلب طبعا جهد ويتطلب وقت، والحقيقة يعني من أبرز إنجازات طوفان الأقصى هو تحقيق هذا التحول العميق في الوعي، وعي لدى الرأي العام في كل أنحاء العالم وليس فقط في أمريكا نفسها. اليوم نحن في لحظة تاريخية مؤاتية جدا لن تتكرر، وعلينا الحقيقة يعني هيك جمع الإرادات توحيد الجهود من أجل الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية، وأنا أقصد باللحظة التاريخية يعني تحويل هذا الانتصار المعنوي الكبير في فلسطين المحتلة إلى سياسات تقريشها تسهيلها جعلها يعني ليست فقط محطة يعني تكون في طي النسيان بعد فترة من الزمان، ولكن تكون حقيقة سياسية ملموسة لصالح الشعب الفلسطيني. والحقيقة المبادرات التي تتخذها العديد من الدول على مساحة العالم، يعني البارحة أفريقيا الجنوبية تدعي على إسرائيل، وقبل العديد من الدول طردوا سفرائهم من إسرائيل،
اليوم مئات المحامين يدعون على إسرائيل بمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الضغط المعنوي الأخلاقي سوف يعطي ثماره، ولكن ينبغي أن نستمر. نعم عقيد أحمد، يعني هذه المعارك على الرغم من استمرارها لليوم 91 على ما أعتقد، ولكن كما ذكرت قبل قليل ما زال في جعبة المقاومة الفلسطينية الكثير من المفاجآت تقدمها كل يوم، إن كان على الصعيد الميداني أو على صعيد الأسلحة التي تتكشف يوما بعد يوم. هذا على ماذا يدل؟ ما دلالات هذه الأمور؟ يعني تدل أن المقاومة أعدت إعدادا صحيحا، أعدت الأسلحة، أعدت الاحتياطات اللازمة لهذا الأمر، أعدت الأرض لتهيئة المعركة، دربت الجنود بشكل جيد والمقاومين، لقنتهم الدروس في العقيدة والعقيدة القتالية، وكذلك الدروس الميدانية والتدريب العالي، هي جهزت نفسها بشكل جيد وخططت لمعركة طويلة الأمد. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي فوجئ بهذه الإعدادات التي أقامتها المقاومة، لذلك تعثرت قواته على مختلف المحاور. أما المقاومة يعني هي حتى الآن مستمرة في العمل العسكري، لديها الأسلحة، لديها كل المعدات التي تستخدمها في الدفاع عن المحاور. الجيش الإسرائيلي يحاول استنزاف المقاومة، وربما يعول على انتهاء الأسلحة والذخائر خاصة من الصواريخ وغيرها من أيدي المقاومة، وبالتالي يستطيع السيطرة على هذه المنطقة. هذا ما يريده الجيش الإسرائيلي، ويريد استنزاف المقاومة بشكل كبير، إلا أنه ما ذكرت بعض المصادر بأن لدى المقاومة، صحيح بأن إمكانية المقاومة قد ضعفت، وربما يعني تقلص عدد الصواريخ والذخائر، ولكن لديها حتى الآن استمرارية في هذا العمل، ولا أحد يعلم إلى أي حد مرة تأمين الذخائر. هي تقوم على كل المحاور في العمل العسكري الجيد. هناك بعض المصادر تقول بأنه ربما يكون هناك بحدود السنتين أو سنة تستطيع استمرار هذه الحرب وإدارتها بشكل. نعم هناك انسحابات من عدة مناطق يعني من قبل جيش الاحتلال، كيف يمكن استثمار هذه الانسحابات عسكريا أقول للمقاومة الفلسطينية؟ يعني الجيش الإسرائيلي لا يتحمل الحرب، هناك خسائر فادحة، هناك إغلاق عدد كبير من المؤسسات الحكومية لتحويل يعني الاقتصاد للحرب، هناك خسائر فادحة في الجيش الإسرائيلي في جلب 350 ألف من الاحتياط، وهذا مكلف كثيرا، هو أوقف عجلة الإنتاج في الجيش الإسرائيلي، أوقفت المطارات، أوقف عدد كبير، لذلك يعني هناك عملية عض أصابع، حرب إيرادات ما بين المقاومة وما بين الجيش الإسرائيلي. من سيصرخ أولا هو الذي سيخسر بالتأكيد، ولا أتوقع بأن المقاومة ستصرخ لأنها تدافع عن أرضها، هي موجودة على نفس الأرض وتقوم بما عليه، أسلحة بسيطة وخفيفة وبمجموعات فردية، ربما شخص أو شخصين أو 3 إلى 5 أشخاص يقومون بالتأثير على جيش إسرائيلي المدجج. مثلا عبوة الشواظ التي ربما تكلف $1,000 تقوم بتدمير دبابة ثمنها $7 مليون، كذلك عربة النمر 2 إلى 3 مليون تقوم بضربها بقذيفة الياسين 105 أو تاندوم أو عبوة العمل الفدائي. إذن المقاومة لديها هامش عمل كبير، عندها صبر ربما تستمر في هذا العمل، ولكن الجيش الإسرائيلي أتوقع بأنه بدأ يضج وبدأ يصرخ من هول الخسائر الفادحة التي يتعرض بها من قبل المقاومة. نعم إذن
أشكر ضيوفنا، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الباحث والخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكر ضيفي الذي انضم إلينا عبر خدمة زوم ثم عبر الهاتف، الدكتور وليد الأيوبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من اسطنبول عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني محمد الأخرس، أشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا الأكارم، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. ختام هذه التغطية، دمتم بخير، إلى اللقاء.